وبالامس كان التلفزيون التقرير العربي. مهم جدا على صفحة يائير نتنياهو ابن بنيامين نتنياهو على اكس، حين وصف بالعبراني تحدث جملة واضحة: هبركلوت بشاعة النيابة العسكرية النائب مجرمي، وهي انتي تسيونيت وهي معادية للصهيونية. يعني هذا التحريض يعني الاصل ان يتم توثيق هذه الكتابات. يائير بنيامين نتنياهو، صمت والده رئيس الحكومة، احاديث والمؤتمرات الصحفية التي عملها موشي فيجلين وعملها سموتريتش وبن كفير وتسفي سوكوت، كل هؤلاء الوزراء والقادة هم الذين وجهوا كلمات بفيديو مصورة وحرضوا الجنود على التمرد، حرضوا المستوطنين على اقتحام السجن في سديت تيمان ومقر النيابة العسكرية في بيت ليد. بمعنى يعني لم يعد بالإمكان إخفاء المسألة إن كانت مبرمجة وممنهجة ومخططة أم فعلا حدثا يتحمل مسؤوليته الجنود العشرة. واضح تماما أننا كما يقال في إسرائيل اليوم أمام إسرائيل الجديد في مواجهة إسرائيل القديم. إسرائيل القديمة التي عبر عنها يائير لابيد وغانتس ووزير الجيش ورئيس الأركان والذين تظاهروا وتباكوا على هذا الحادث وأرادوا تشكيل لجنة تحقيق، والإسرائيل الجديدة التي لا تأبه بالرأي العام وغير قلقة مما سيقال بالعالم وغير قلقة من المحاكم الدولية وتريد أن يستمر الجنود بعمليات القتل والاغتصاب. التلفزيون العربي.